جوج الحوايج ما تثقش فيهم، الفرانات والعيالات. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده على قناه ستوري. اليوم غادي تكون عندنا واحد القصه اللي صراحه متميزه وشيقه، اللي ديما كنديروا واحد القصه اللي كتاخذ منها حكمه في التالي. كنشكر اي واحد كيدعمنا سواء بلايك ولا بكومونتير، وكنتقدم بتحيه للناس اللي كيتنبؤوا نهايه القصه قبل ما تسالى. بلا ما نطول عليكم نبداو القصه على بركه الله من بعد الانترو. كنفق مع 9 ديال الصباح وكنت مغادي في الشارع، كنتوكل على الله، خدام في واحد التطبيق اللي هو اندرايف. صراحه كنت خدام في واحد الشركه، ولكن اللي خلاني نخرج من ديك الشركه هو ان الصالير كان قليل، كان الصالير نتاع 3000 درهم، وزيد على هذا الشيء هو الضغط ديال الخدمه، ان في الشركات كيعطيوك الخدمه نتاع 4 الناس ويمكن لك ديرها نتا بوحدك، كيضغطوا عليك، وهذا الضغط انا ما عجبنيش. والحاجه الوحيده اللي خرجت بها من هذه الخدمه وهذه المده ديال الخدمه هي انني خديت واحد الطونوبيله بالتقسيط اللي خدام فيها دابا. صراحه ماشي ما قريتش، ولكن قريت وكملت الجامعه ديالي، ولكن ما جابش الله. ولكن خدام في هذا التطبيق اللي هو اندرايف، ولكن دابا القضيه مستوره والحمد لله من بعد ما كان الوضع مزري، ولكن تحسنت الظروف والحمد لله. كنا بدا نخدم 9 الصباح حتى 12 الليل عاد كنسالي الخدمه ديالي، ولكن الحمد لله بدات كتحسن الامور شويه بشويه، ولحد الان باقي ما مزوج، ما عندي لا ولاد لا والو. كما قلت لكم كنبدا الخدمه ديالي مع 9، كندوز حتى واحد المطعم اللي كناخذ من عنده الفطور ديالي، كناخذ الفطور وكنفطر في الطوموبيله وكنفتح التطبيق، كنقول اللهم ارزقنا انت الرزاق لا اله الا انت. وسبحان الله كتوصلني اول رساله في التطبيق، كنفتح وكنشوف كيبان لي الاسم هو هدى. على صباح زوين هذا، هدى على الصباح، شي حاجه اللي واعره. شفت في التطبيق فين كيديني ومشيت وصلت حدا واحد المدرسه اللي هي مدرسه اعداديه، ولكن هذيك البلاصه كانت خاويه شويه. وصلتني واحد الرساله الثانيه اللي كتقول واش انت وصلتي ولا مازال. صافي جاوبتها في التطبيق وقلت لها وصلت. شويه كتعيط لي، الو الو السلام عليكم، واش وصلتي ولا مازال؟ اه راني وصلت، راني دابا حدا واحد المدرسه اللي اعداديه. هذاك هو البلاصه اللي باغاك تجينا، انا شويه ونخرج عندك. واخا انا كنتسناكم. واحد شويه هما كيخرجوا عندي، خرجوا عندي واحد جوج بنات صراحه اللي كيبان فيهم محترمين، جلسوا اللور وعطوني البلاصه فين نديهم، وانا ما قلت حتى كلمه. وصلتهم للبلاصه اللي باغيين، هي واحد البلاصه اللي راقيه، ساكنين في واحد الفيلا تبارك الله ما شاء الله. عطوني فلوسي، دورت طوموبيلتي ومشيت بحالاتي. صراحه ما نكذبش عليكم، وهما راكبين معايا كانوا كيهضروا في بزاف المواضيع، كنسمعهم كيهضروا على الاستاذه الفلانيه، التلاميذ الفنانيين، كيهضروا امور خاصه بالمدرسه، وانا جالس كنسمع لذاك الشيء. راكم عارفين انا عازب ومازال ما متزوج، الخيال ديالي كيمشي بعيد، كنبقى نقول حتى انا اللي دبرت على شي وحده تكون معلمه ولا شي استاذه، ونبقى حتى انا نتزوج بها وهي القليله عادي تكون كتشد واحد 10000 درهم في الشهر، غادي نكون عايشين انا وياها مرتاح، وانا باقي صغير، الا كانت هي كبر مني غادي نبقى ندلع عليها، انا باقي في عمري 26 عام، هي عادي تكون كبيره في العمر، وغادي نبقى ندلع عليها، وغادي تكون الحياه زوينه، ولكن هذا الشيء غير في الخيال ديالي. صراحه كيبقاو فيا دوك البنات اللي كتبقى تابعه الوظيفه وكتبقى تجمع الفلوس، كتقول خاصني نكون راسي، خاصني نكون مستقل ماديا وماليا، كتبقى تجمع الفلوس تجمع الفلوس، حتى كتلقى العمر فاتها وانها كبرت بزاف وضيعات اهم حاجه في الحياه هي انها تكون ام وتكون أسرة. وهذا الهدف هو اللي خاصة تطمح له أي بنت، ماشي الهدف هو أنها تكون مستقلة ماليا وماديا. صراحة كنت كنفكر حتى أنا نتزوج، ومن يركبوا معايا هادو صراحة وحدة كانت فيهم كبيرة، كنت كنقول أن هادي راه ما مزوجاش، وكنقول أنني نمشي نعيط لها في هذاك الرقم اللي عيطات لي ونجلس نهضر معاها. ولكن كنسمع بزاف نتاع القصص ديال الناس في هذا التطبيق، أنه ركبت مع شي وحدة ومشات تصل بها، وفي التالي كيوقع له شي مشكل، ولا كيسمع شي هضرة خايبة، ولا تقد تشكيه كاع للبوليس تقف سين وجيم. واشدنا لهذا الشيء هذا، صراحه انا خايف وما نديرش هذا الشيء هذا، وتقد تسالى ديكلارات بيك الشركه تفصلك من هذا التطبيق، وانا هذا هو الرزق الوحيد اللي عندي، وما نضيعش الرزق ديالي، نخلي الرزق ديالي حلال ونمشي فيه وعادي الحمد لله. ساليت الخدمه ديالي ومع 11 وانا ولاي للدار، كانت 11 وشي حاجه تقريبا 11 ونص، اتصلت لذاك المطعم اللي في الطريق وخديت واحد الوجبه باش نتعشى بها، طلعت للدار وكليت ومشيت نتكا في بلاصتي، كانت 12 تقريبا، وانا جاي نعس كيوصلني ميساج في الواتساب، فتحت الميساج كان عباره على اغنيه، صيفط لك بريا حبيبي ما جاوبتي عوجوك عليا. هاد الميساج الصراحه جاي من عند واحد النمره غريبه، ولكن هذيك النمره فايت لي شفتها، بقيت كنقلب في الريبرتوار على هاد النمره من عند من جايه، وانا نتفكر هاد النمره هي نتاع داك جوج بنات اللي ركبوا معايا هاد النهار، دوك الاستاذات، وشوف سبحان الله.
في الصباح خدام كنعاود ليكم كنقول مصاب كون هضرت معاهم، وهو في العشيه صيفط لي نفس الرقم. سبحان الله مصادفه هادي. حتى انا جاوبتها في الواتساب وكتبت ميساج قلت شكون معايا، صيفطات لي قالت لي انا اللي ركبت معاك هاد النهار، انا هي اللي طلبتك على التطبيق وجيتي توصلني. قلت لها انت هي هدى؟ قالت لي اه انا هي هدى. وبدينا كنهضروا ميساجات، كلمه مني كلمه منها. شويه اللي عرفت منها انا هي سميتها هدى وهي خدامه استاذه في ديك المدرسه، وان هذيك اللي كانت معها هي اختها الصغيره. وبدات كتهضر معايا وكتعاود لي على حياتها، قالت لي انهم هما ساكنين تماك في ديك البلاصه اللي وصلتهم، وانها خدامه استاذه في ديك المدرسه. وقالت لي انا في عمرها 32. انا ما بغيتهاش تحسني بانني صغير وكبرت في عمري، قلت لا انا في عمري 30 عام. وبدينا كنهضروا ودازت الايام وحنا كنهضروا نهار مورا نهار ديما كنهضروا، وكنت كنقول لها اننا نهضروا ابل زعما صوت. كانت كتقول لي لا ما نهضرش، ما نقدش نهضر معاك دابا، من بعد ونهضروا. دازت المده حتى وليت كنعرض عليها راسي، وهي كانت كتقول لي انك انت كتعجبني. كنت كنقول لها اننا نتزوجوا، كانت كتقول لي لا ماشي دابا، تدوز على علاقتنا بعد القليله هي 6 شهور وداك الساعات نقدروا نتزوجوا. قالت لي في هذه المده نتاع 6 شهور كل واحد غادي يبقى يهضر مع الاخر، تنعرفوا بعضياتنا وداك الساع كل واحد يحكم على الاخر ونشوفوا واش نصلحوا لبعضياتنا للزواج ولا لا. وصافي مشينا على هذا الحال، ديما كنخرج مع 9 ديال الصباح وكنبدا خدام في التطبيق وخدام في نفس الوقت في الواتساب كنهضر معاها. كنحس انني النهار كامل انني معاها. داز الشهر الاول الشهر الثاني وصلنا الشهر الخامس وهضرت معاها، قلت لها هدى خصنا صافي نتزوجوا، ما خصناش نبقاو هكا، خصنا نديروا شي حل انا وياك. قلت لها القليله هي خصنا نهضروا. كنقول لها بعض الخطرات راه كنجلس كنهضر مع راسي، كنقول انا راه هادي ماشي هدى اللي كنهضر معاها، هذا راه كنهضر مع شي واحد وجلس كيضحك عليا. وهكا قنعتها وقالت لي اننا نهضروا، وكنعيط ليها لاول مره كنسمع صوتها. او شي حاجه يا سلام، عرفتي ان واحد كتبغيه وكتهضر معاه 5 شهور واول مره غادي تسمع صوته، صراحه شي حاجه يا سلام. تغرمت بها وقلبي تعلق بها، وليت الفلوس اللي كندخلها من التطبيق الاغلبيه ديالها كتشريها تعبئات باش نجلس نهضر مع حبيبه القلب اللي كنجلس كنهضر معاها النهار كامل. دازت عام على علاقتنا وحنا كنهضروا وتعلقنا ببعضياتنا، كل واحد ولا كيبغي الثاني لواحد الدرجه كبيره. واللي استغربت منه وسولتها قلت لها علاش ديك النهار عيطتي لي ودابا ما وليتيش عيطتي لي لشي توصيله ولا شي حاجه؟ قالت لي ان ديك النهار الشيفور ديال العائله كانت عنده الطوموبيله خاسره وما قدش يدينا، داكشي علاش عيطت لك، ولكن عندنا الشيفور ديال العائله اللي كيوصلنا وكيجيبنا. صراحه ما نكذبش عليكم بغيتها لواحد الدرجه كبيره وكبيره بزاف، تعلقت بهذه البنت صراحه. صراحه كنت كتجيني بعض الخطرات شي اسئله اللي في شي شكل كنبغي انني نسولها، نقول لها زعما شحال كتخلصي ولا علاش خدامه، حيت راكم عارفين عاودت لكم في الاول انني وصلتها عندهم فيلا تبارك الله ما شاء الله، ان وحده عندهم فيلا اشدها تخدم اصلا استاذه، زعما لا بغات غير تجلس في دارهم. ولكن راكم عارفين وحده ما كتكونش مجوزه ولا كدير شي خدمه اللي كتقضي بها الوقت، ولكن انا ما بغيتش نسول هذه الاسئله كاملين باش ما تقولش هذا دخل على طمع. وصراحه انا كتعجبني البنت والراجل هو اللي راجل انه يصرف، ولكن هي كتبان انه الحاله الماديه ديالهم اللي مزيانه ومزيانه بزاف. وكما قلنا هي خدامه وجالسه كتلف بهذيك الخدمه وقيت على ما تجوز على ما يجيها النصيب، ولكن النصيب ها هو جا، انا جيت انا كاين دابا. تستك العام الاول وحنا غير كنهضروا وديما كنقول لها نجي نخطبك، كتقول لي لا حتى الشهر اللي موراه. كنجي ديما كنقول لها نخطبك هذا الشهر، كتقول لي لا حتى الشهر اللي موراه، ديما كتهرب. داز العام الاول العام الثاني ودخلنا على العام الثالث، كتقول لي تتكمل هذا العام الثالث وداك الساعه نديروا شي حاجه. انا صراحه هاد المده بزاف، 3 سنين راه كتبان دول وكتختفي دول، و 3 سنين وراه العالم كله كيتبدل، وانت كتقول لي نزيدو نتسناو، فوقاش ناخذها؟ هي دابا في عمرها 32، فوقاش كنتسناو 3 سنين حتى 35 باغا توصلي حتى 40 عاد تزوجي؟ والحماق هذا، فوقاش انا ناخذك؟ فوقاش ندلع؟ فوقاش نعيش الحياه؟ جلست كنحاول مع ديك البنت مره جوج ثلاثه، ولكن هي كتحسب الشهور والسنوات كتحسبهم بحال الايام عندها. قررت انني نبدل الخطه ونبدل التكنيك اللي كنت ماشي معاه بها. قلت غادي ندي الطوموبيله ديالي وغادي نحطها حدا شي بلاصه حدا دارهم ونقرب من دارهم ونجلس نحضي دارهم، لابان لي باها خارج ولا نمشي ونجلس نهضر معاه ونتعرف عليه وغادي ندخلو داك الساعه هكاك نبدل الخطه شي شويه. بديت الخطه ديالي وجلست حضيهم النهار الاول النهار الثاني النهار الثالث، وديما بنفس الحاجه
بعض الخطرات كتخرج غير هي بوحديتها وكتركب مع الشيفور وكتمشي معاه. بعض الخطرات كتركب هي واختها في الصباح وكيمشيو مع الشيفور. ومع جويه 9:30 كيخرج باها حداهم حدا الدار كاينه واحد البلاصه فيها الربيع. كيخرج كريسي ديالو كيحطو، مره كيخرج معاه قهيوه مره معاه اتاي. كيجلس حتى كتوصل الوقيته ديال الظهر وكيمشي يصلي في الجامع، ما كيجي يجلس معاه حتى واحد. بديت في الخطه ديالي، كندوز محداه، كنضرب الدور على الدار عاوتاني كندوز محداه، كنوقف كنبدا نشوف على اليمين وعلى اليسار. هو جاه الفضول انني كنقلب على شي حاجه وعيط لي وقال لي اجي تجلس تشرب معايا قهوه. جلست وبديت كنشرب معاه قهوه. قال لي علاش كتقلب؟ قلت له صراحه واحد الناس نعتوا لي ان كاين هنا واحد الفيلا للبيع، وجلست كنقلب يمكن تلفات لي، ما بقيتش عاقل فين بالضبط. بدا كيضحك قال لي شوف اولي راه ما كاين هنا حتى فيلا للبيع، هاد الناس اللي ساكنين كاملين هنايا هادو ديورهم اصل ديالهم وساكنين فيهم ما كيبيعوهمش كاع. قلت له غير يمكن تخربق ليا داكشي علاش جالس كنقلب هنايا. قلت له نتايا شنو جالس هنايا بوحدك؟ شنو واش ساكن هنايا؟ قال لي اه ساكن هنايا. قلت له واش ساكن هنايا بوحدك؟ قال لي لا انا ساكن هنايا انا وبنتي ومراتي ماتت دابا 10 سنين. قلت له اه يمكن ساكن انت وبنتك ودايره لك وليدات وراك مفوج هنايا. قال لي يا ولدي مصاب كراها مزوجه. قال لي ما مزوجه ما والو، مازال ما تزوجات، مازال النصيب ديالها. وانا في بالي قل انا هو النصيب عمي ما تخافش. المهم كملت الهضره معاه وبدا كيهضر معايا وكيعاود ليا على حياته. وقلت له عمي انت يا متقاعد دابا عندك تقاعد؟ قال لي اه انا عندي دابا تقاعد، كنت موظف حكومي وعندي تجاره وعندي شي خدمه هنايا وهنايا، ولكن الحمد لله الامور مستوره مزيان. قلت له زعما عندك مصدر دخل واحد اخر؟ قال لي الحمد لله مستوره، وبنتي راه كتشوف كما كتشوف راه خدامه استاذه وكتدخل تبارك الله الفلوس وكتصرف على الدار الحمد لله، والفيلا ديالنا بسميتنا. وانا الخدمه اللي كندير انني بنتي كتمشي في الصباح للخدمه، والخدمه اللي عندنا في الدار كتوجد لي القهوه ولا اتاي، وكنخرج وكنجلس هنايا كنتقهوى، ومع الظهور كنمشي نصلي حاضي الجامع وحاضي القهوه ديالي وبخير. وهضرت معاه وسولته قلت له عمي انت عندك غير بنت وحده؟ قال لي اه انا عندي غير بنت وحده، وهذه حكمه من الله رب العالمين، كل واحد وشحال كيعطي، عندي غير بنت وحده. قلت له زعما ما عندك شي ولاد اخرين؟ قال لي لا عندي غير بنت وحده. وانا بدا كيدور لي فراسي، انا البنت اللي كنهضر معاها كتقول عندي اختي وحده اخرى صغيره، وهذا الراجل الكبير كيقول ان عنده غير بنت وحده، هادشي فيه ان. وهادشي بدا كيتخربق لي في دماغي، حيت انا جبتهم بجوج بهم، زعما بصحة الراجل يكون بصح هاد هدى ما عندهاش اختها. ايوا صافي دازت الايام وطدت العلاقه ديالي مع داك الشيباني، ولا كيقول لي بعض الخطرات يلاه ديني لشي بلاصه وكنديه بالطوموبيل. شحال من خطره كيقول لي ديني لهنا ديني لهنا وكنديه. وبعرات كنشري له قهوه، بعض الخطرات كنشري له اتاي، وواحد الخطره عثتو على واحد المطعم على حسابي وكلا وعجبو الحال، ولا كيحسبني بحال ولد من ولادو. خليت واحد النهار كان الشيباني ناشط وفرحان، قلت له عمي ياك كتحسبني انا بحال ولد من ولادك؟ قال لي اه. قلت له صراحه باش العلاقه ديالنا تستمر ونكونوا مزيانين ما كرهتش نخطب البنت ديالك. قال لي شنو كتقول؟ قلت له صراحه البنت ديالك انني نخطبها ويعجبني انني نتناسب معاك. قال لي صراحه ما يصلحش. قلت له علاش عمي ما يصلحش؟ واش انا فيا شي ديفو؟ قال لي لا الديفو ماشي فيك، قال لي انت يا باقي بحال الوريده تبارك الله وباقي صغير، ولكن البنت هي المشكله. قلت له علاش؟ قال لي راه اكبر منك. قلت له علاش؟ شحال في عمرها كاع؟ قال لي دابا انت هي اللي شحال في عمرك؟ قلت له انا دابا في عمري 27 عام. وهي شحال يكون في عمرها كاع؟ قلت له 30 33 35. قلت له ماشي مشكل. قال لي مشكل؟ قال لي بنتي راه في عمرها 55 عام. قلت له شنو؟ قال لي اه بنتي في عمرها 55 عام. صراحه كاين اللي كيشوفها من البعيد كيعطيها واحد 40 45، ولكن بنتي في عمرها 55 عام. قال لي اه بنتي في عمرها 55 عام، وبنتي صراحه راه مديره في المدرسه ماشي غير استاذه، وهي كانت تزوجت من قبل، تزوجت ولكن كملت عام وسالات حيت راجلها كان كيعاملها خايب وطلبت الطلاق وسالات وجلسات، ولكن ما جاش نصيب مور داكشي. ومن بعدها تعقدت من الرجال في ضربت عليهم قروه وحده وقالت ما نوليش انا نتزوج بشي واحد، صافي نبقى هكا ديال راسي. انا دماغي ولا كيدور، كيفاش كنهضر مع واحد البنت كنحس بصوتها صغير، وهذه الراجل الشارف كيقول لي في عمرها 55 عام، وبزاف الامور مفقوده. بحال هذه كتقول لي عندي اختي، والراجل الشيباني كيقول لي ما عندهاش اختها، راه بزاف الحوايج كيدوروا في دماغي. ولكن لا هضرت مع البنت يتحلوا بزاف الامور. كنت كنتسنى غير فوقاش نوصل للدار، وصلت مع 11 للدار وعيطت ليها. هضرت معها وقلت لها الو حبيبه ديالي لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. قلت لها صراحه باغي نعاود لك شي حاجه ولكن خايف كيتقلقي. قالت لي خير ان شاء الله. قلت لها صراحه انا تعرفت على باك وليت كنعرفو. قالت له تعرفتي على با؟ منين
تعرفت عليه؟ قال لها صراحه هذه مده وانا كندوز وكنهضر معاه ما عمر كيما شتي طوموبيل تاعي على برا ولا قال لك كنخرج مع شي واحد سميتو كمال. قال لي فين كتديه؟ قلت لها كنديه بعض الخطرات كيمشي يصلي بعض الخطرات كيمشي لشي بلاصه انا اللي كنديه بالطوموبيل مالو عمر كيما جبت لك الهضره عليا. لا كنت عارفني انت على بابا. انا راه كنت كنتعرف عليه واحد المده وليت كنتعرف عليه وليت كنخرج معاه وصراحه فتحته في الموضوع. اين موضوع؟ الموضوع ديال الزواج ديالنا. قلت له انني باغي نجي نخطبك. تخطبني فوقاش هضرتي معاه؟ صراحه قلت له باغي نجي نخطبك ولكن حسيت به انه متردد بحال لي انه هذاك الصالير اللي كتشدي انتي انه خايف لتزوجتك غادي يمشي له. هو قالها لك؟ لا ماشي هو قالها لي ولكن حسيت من الهضره ديالو بحال هكاك. علاش كتقول هكا على بابا؟ حيت هو مني قال لي بحال هكاك قال لي ان في عمرك 55 عام. هو قال لك في عمري 55 عام؟ هو قالها لي قال لي ان في عمرك 55 عام. كمال اسمح لي خاصني نمشي. وقطعت في وجهي التليفون ومشات. اول مره كدير بحال هكا وكتقطع في وجهي التليفون وداز سيمانه موراها وانا كنحاول نعيط لها والو ديما تليفونها طافي. شنو وقع لهاد البنت هادي الله اعلم. مني وقع المشكل بحال هكا قررت انني نراقبها وانني غادي نمشي نهضر معها نيشان. خرجت هي مشات للخدمه ديالها وبقيت كنتسنى بالطوموبيل حدا الباب. شويه جا الشيفور ديالها وهزها من الخدمه ومشى معاها وديما كان كيوصلها تقريبا حدا الباب هي كتهبط هو كيمشي وصافي كيخليها تزيد باش تدخل للدار. غير هو حطها ومشى انا هبطت من الطوموبيل وعيطت لها قلت لها هدى هدى. هي دارت قلت لها سمحي لي واحد الدقيقه باغي نهضر معاك. شنو بغيتي؟ صراحه سمعت الصوت انه مبدل شي شويه ولكن صافي ما اهتميت. قلت لها كيفاش شنو بغيتي؟ قلت لها انا كمال. زعما انا كنت غلط من اني تعرفت على باك؟ قلت لي انت كمال بصح؟ قلت لها انا كمال. قلت لي صراحه مده وانا باغي نتعرف عليك ونشوف ونشكرك انك بديتي كتخرج الوليد من ديك الحاله اللي كان فيها. صراحه كان كيمر بواحد الحاله اللي خايبه ولكن نتايا بهذاك التعامل ديالك والهضره معاه قدرتي تخرجو من ديك الحاله النفسيه اللي كان فيها خايبه. قلت لها نسي هذا الموضوع نتاع تشكريني ما تشكريني راه انا هذه سيمانه وانا كنعيط لك علاش ما كتجاوبينيش ديما طافيه التليفون. كتعيط لي مني انت اصلا عندك المرتي باش تعيط لي؟ قلت لها انا كمال اللي كنعيط لك راه هذه هي مده وحنا كنهضروا. كنهضروا فوقاش كنهضروا واش كتخربق؟ قلت لها هدى شوفي فيا انا كمال شوفي فيا مزيان انا كمال. قالت له عرفناك كمال انا اول مره كنشوف كندر ونعرفك. قلت له فوقاش انا عمري شتك. قال لها واش دابا كديري معايا هكا؟ شوفي انا راه باغي نتزوجك. شكون تزوج واش تزوجني انا؟ قلتي باباك دابا تحسنت النفسيه ديالو وداك الشيء بسببي خلينا نتزوجو ونكون عنده 24 ساعه على 24 ساعه وداك الساعه نخليه في واحد النفسيه مزيانه وعاد نريحو نخدمو ولا بغيتي نخدم عنده ولا بغيتي. قالت لي اجي 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 دخل معنا للدار اجي اجي تاهي دخل دابا معنا للدار. دخلت للدار لقيتها هي ولقيت باها تماك ودخل وجلسوا ومشات هي بحالاتها. اللي نسيت ما نقول لكم ان هاد البنات بجوج بهم كانوا كيديروا النقاب. خلتني جالس واحد 10 دقائق ولات ما دايراش النقاب محيده النقاب على وجهها وانا نشوفها لا اله الا الله. شنو هادي؟ هادي بصح كبيره هادي ام هادي هادي ماشي ام هادي ام الام هادي جده. وا التجاعيد اللي عندها وتبارك الله هذه كبيره بزاف. وبدات كتشوف فيا وكتشوفني مصدوم وهي كتقول لبا عرفتي يا با شنو وقع هذا النهار؟ هاد كمال هاد الدراري اللي باقي صغير وزويون جا قال لك باغي يخطبني. با بدا كيضحك قال لها راني قلتها له قلت له راه بنتي كبيره وهو ما متيقش. قلت لها مني وصل الامر بحال هكا انا نقول لكم انا يا كنت كنهضر مع شي وحده كتقول لي هدى ياك انت يا مدير هاد المدرسه؟ قالت لي انا مدير هاد المدرسه. ولكن شي وحده كتهضر معايا كتقول لي انه استاذ في هذيك المدرسه وكتقول لي صبر عليا عام عامين ثلاث سنين وانا كنهضر معاها. لا كنت نصبر عليكي ثلاث سنين مثلا وكنت انت في عمرك 55 فوقاش انت توصلي 58 عام تتقاعدي. قالت لي انا فوقاش اصلا هضرت معاك انا كاع ما هضرت معاك. انا صراحه بابا كان كيهضر ليا عليك يقول لي واحد الدري كمال كيديه كيجيبو كيهضر معاه مزيان. صراحه كنت متشوقه نشوفك ولكن انا عمري هضرت معاك عمري شتك اول خطره كنشوفك. بدات كتشوف فيا ديك هدى اللي يمكن شكيت في شي حاجه. قالت لي دابا انت كتقول انك كتهضر معايا. قلت لها قالت لي الرقم اللي كنهضر معاك انا فوقاش خديتي من عندي الرقم؟ واحد الخطره كنت طلبتوني في التطبيق نتاع ان درايف وكنت عيطتوا ليا وكنت جيت وصلتكم. قالت لي الرقم اللي كنهضر معاك باش كيسالي؟ قلت لها كيسالي ب 944. قالت لي الله ياخذ فيها الحق انا نوريها والله حتى نوريها. قلت لها شكون هذه لا توريها؟ قالت لي صبر صبر عليا انا اللي غادي نوريها. دابا هذه القصه اللي ملعوب عليا فيها ثلاث سنين شنو البلان ديالها؟ دابا هذيك النهار باش وصل دوك الجوج
كانت بصح هدهودة كاينة، ولكن شكون الثانية اللي كانت؟ هذيك كانت بنت جيرانهم. هدهودة كما قلت لكم هي مديرة ديال المدرسة، وهذيك بنت جيرانهم كانت كتقرا في التاسعة في عمرها 15 عام. وبما ان الاخرى ما كانتش عندهم الشيفور، كانت كتوصل بعض الخطرات كتجي مع ديك المديرة، كانت كتجي معها بما انها بنت جيرانهم. وديك الخطرة مني ما جا الشيفور، هذيك البنت عندها انها كانت كتطلب الطوموبيل مرة، وجات مع هذيك المديرة حيت طلبوا التوصيل من التليفون ديال ديك البنت، والبنت كانت شادة بيا ستون وهي في عمرها 15 عام. وانا عاد فهمت علاش كنقول لها خطبك كتقول لي تسنى، كانت باغا تكمل معايا تبقى شادة معايا تتوصل 18 عام وتولي قانونية للزواج، وعاد تقول لها الامر وما كاين وتقول لي لا بغيتي اجي اجي. والمشكله اللي كاينه هي ان ديك المديره مشات وبخات ديك البنت ودرت لها واحد العقوبه، ومن بعد مشات قالت لامها وعاودت لها داك الشيء، وجا باين ديك البنت اللي عندي باغي يضرب معايا وداك الشيء وباغي يرفع عليا دعوه، وقال لي انك انت كنتي كتهضر مع وحده قاصر سيف، وانا كنشرح له هاد القصه هادي وباش دازت على خير وبخير. وصافي من ديك النهار وليت مني كنوصل شي وحده وكنوصلها بسميه بنت، صافي وصلتها الخطره الاولى ما كان وليش نهضر معها مره واحده اخرى، واخا تعيط ليا ما نهضرش معاها. وانا كنعاود لكم القصه، كانت وحده عاد وصلتها هي كتصوني عليا، انا نجاوبها ونشوفوا مالها. هادي وصلتها واحد الربع ايام، وهي ربع ايام وهي كتصوني عليا، انا نجاوبها. الو الو عليكم السلام. علاش اختي كتعيطي لي؟ ما كديرونجيني، راه ربع ايام وانت كتصوني عليا. مني انا ربع ايام وانا كنعيط لك، علاش ما كتجاوبنيش؟ وراكي ديرونجيتيني، راكي ربع ايام وانت كتصوني عليا. شوفي الا كنتي باغا شي حب ولا علاقه ما عندي ما ندير بهذا الشيء. شنو حب ولا علاقه؟ الله ياخذك انت وهذاك وجهك اللي طويل بحال نهار الحد. شوف راه نسيت واحد البسطام عندك اللور، راه نسيتو ديك النهار كنت غادا ونسيتو، الا كنتي لقيتيه جيبولي. والله والله هما جيبولي تنعيط للبوليس نقول لهم تشفر وشفرتي لي البسطام. واخا اختي دابا الا لقيتو دابا نعيط لك ونجيبو لك. الله اكبر، وانا على بالي كنت كنقول هذا مشروع ديال حب جديد عاوتاني غادي نبداو شي سيناريو واحد اخر. كاع اللي كيخدم شي خدمه وفيها الاتصالات بحال هكا، خلي بالك من الخدمه وبعد عليك هذه مساله الاتصالات والهضره مع البنات. المهم هذه هي القصه اللي كانت عندنا هذا النهار، نتمنى تكون عجباتكم. لا كنتي وصلتي حتى لهنا خلي لنا كومونتير، خليو لنا لايك، اشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتفرجوا، وكما ديما استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما.